فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوف. نحكيو على فريق كبير حاليا، فريق تقريبا عنده مكانة خاصة في قلوب التوانسة الكل. نحكيو على السيوتي الأولمبي للنقل، فريق غادر تقريبا رابطه الأولى منذ مواسم، من وقتها ما رجعش لمكانه ضمن الكبار، لكن حقق الصعود منذ يومين تقريبا لرابطة الثانية. معنا بالتليفون رئيسة النادي سيرين مرابط، نحكي معها على الصعود هذا. مدام أهلا بيك. مرحبا بكم الكل. مرحبا، شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ الحمد لله، عايشك الحمد لله. الحمد لله. صوتك تعب شوية من الفرحة ذي بتاع الصعود ولا شنو؟ متاع عام كامل، عرفت كي بدني رولاشي سيد ومتاع جمعة راحة. به أكيد تحكينا شوية مدام على الصعود هذا، أكيد ما جاش بالسهل. الحمد لله ما جاش بالسهل، صحيح هو ماهوش مجهود فردي، مجهود معناها متضافرة متاع عيان ومتاع الإطار الفني ومتاع اللاعبين متاع الجماهير متاع السيوتي اللي ما تراهمش في حتى جمعية أخرى الحق متاع ربي، وين ما نتنقلوا يكونوا مساندينا. عام ما كان السهل، كان فيه برشة تعب، كان فيه برشة عراقيل، برشة تضحيات، وكان زاد فيه برشة خدمة، والحمد لله توي جات بالنجاح الحمد لله يا رب. نهارة المقابلة شفنا صور فيهم انت، فيهم دموع، نتاع شنو الدموع هذوكم بالضبط؟ ما فيهم زوز دموع، خاطر انا بكيت مرتين مرة لولا كي ماركيت اريانا بكيت برشا، حسيت التعب اللي حكيت لك عليه والتضحيات والمشاكل والقضايا. نحنا خاطر ملاصة سخونة معناها نتاع الملاسين الكل، عانيت شوية من الاول، دونك حسيت هذاك الكل مشي في بونتو. ومن بعد كي عدلت الجمعية ذيك دموع الفرحة، دموع الغسرة، دموع الطلوع، دموع الكلمة اللي عطيتها للجماهير، والحمد لله كنت قدها. قلت لي عانيت شوية، فشنو عانيت بالضبط؟ والله عانيت برشا الحق مش شوية. نحن عنا قانون في النادي الأولمبي للنقل، قانون هو غير دستوري، اللي هو رئيس النادي لازم عنده شرط العمر 35 سنة. بما أنه عمري 31 سنة، مرتين عمل جلسة لتنقيح الفصول، وقفت قدام المحكمة مرتين، عملوا لي قضية من ساعة إلى أخرى باش وقفوا هالي، تعنفت عنف شديد قبل الماتش بثلاثة أيام، دونك دمدمت بدني. بس نسألك هبطت أنت وقتها تدوين على صفحتك في فيسبوك، حتى أنا فكرت اتصلت بك وقتها متحصلتش عليك، حبيت نعرف شنو صار وقتها بالضبط، على شنو العنف هذاك وهبطت صورك وقتها، من شكون بالضبط وشنو الحكايه؟ ما انا عندي الحمد لله ربي ثم برشا شعبيه في الملازين، ما ثم 10 اللي ما حبوش يقبلوا كيفاش امراه تنجم تقود معناها في الجمعيه، اشبه المسؤولين قبل يقول لك كيفاش باش تجي باش تعرضك شفنا معناها الخوار نتاعنا والكل. دونك في ليله رمضان انا مروحه من دار حماتي ماشيه لدار امي باش نهز ولادي، سالني واحد قال لي عصامه مدام انت رئيس، ما قاليش عصامه مدام، بون قال لي انت رئيس النادي الأولمبي للنقل. انا حليت شباك خاطر في حومتي معناها ما عمرها ما صارت لي، قلت له هي انا الرئيسه، ضربني طول في وجهي كسرني مرايتي، ومن بعد قال لي ماك ديما تسال تقول وينهم رجال الملاسين، هذا عينه منهم وكلام اخر معناها. اي علاش مبعوث ولا شنو معناها؟ مبعوث باش نسلموا لاخر لحظه، يقول لك ماشي ما تسيب، ماشي ما تكره، ماشي ما ترجع على التشبث على الجمعيه نتاعها، والحمد لله ذيك ما زادني كان اسراء. رفعت قضيه في الحكايه؟ ولا انا سمعتك. قلت لك عملت قضيه في الحكايه في الاعتداء هذا؟ يا سيري ثم قضيه في الغرض، وان شاء الله باش نعاودوا باش تعدد هذا الملف للعنف ضد المراه ان شاء الله. وتعرف شكون اللي قلت لي مبعوث؟ قلت تعرف شكون اللي بعث ولا لا؟ انا كراه نعرفه، اما من بعدها من بعد ماتش ثم الماتش اللي تعدى نتاع مش بوحجله اللي بعده تاع برقه، نحن مروحين رابحين، ثم زاد كيف مجموعه عملوا كراكاج هما الجماهير، درنا في الحريريه سيدي حسين حي زهور الملاسين الكل، جينا في بلاصه كي معروفه بالمعارضين هذوما، ثم واحد عنف المساعد بتاعي زاد كيف ضربها، وجاني انا باللفظ معايا البوليسيه وقتها هما مرافقيني، قال لي اللي ضغطوا ثلاثة أيام التالي ما يجيش نكتة من البحر اللي باش نعيشه لك عام كامل. ودونك فوالا عرفنا بليزوموا شكون اللي باع. وعليه هذا الكل؟ تو في القول قال الفريق الأمور ماشي، نتائج فما، شي يحبوا أكثر معناه؟ ما لازمش المرأة في مجتمع ذكوري هي اللي تشد
قال لك كيفاش نحنا ما عندناش رجال باش تشد مراه الله غالب هاي ناجحه المراه الحمد لله هذه راهو ما يمثلوا كان رواحهم أربعة خمسة من الناس أنا كي نرى الفرحة وكي نرى دعاء الخير وكي نرى الناس رجال ملاسين ونساها والحمد لله معناها بالحق مانيش معطل عليهم أصلا ما زلت مواصلة نتصور ما فماش شكون قال لك صايب عليك وفك نتصور العائلة راهم خافوا قالوا لك صايب عليك وفك عليك صحيح سيغتو راجلي سيغتو أمي راجلي قال لي معناها واحد يصرف من فلوسه أنا ديجا تعرضت لبرشا وعكات صحية في الموسم هذا ودخلت الكلينيك برشا يعرفوا أنا خرجت من مرض الصايب برشا اللي هو مرض خطير شوية دونك مازلت ترافا فوغابل معناها لأنه يرجع لي من من هكا من عصب ومن غش ومن الكل لطف عليك شاء الله عليك واحد عايشك قال لي واحد يصرف من فلوس وبعديك يتمس في عرضه في شخصه في صغار وانا ولدي تضرب لي زاد في مات ابني خليد لوحوه لي من المدارج دونك لوحوا لك ولدك من المدارج في مات ابني خليد مات سخون شويه في الالي ثم شويه من الجماهير ابني خليد الطاوله علينا نحن اما الحمد لله هذا لا يفصل القضيه معناها علاقه نادي الأولمبي للنقل وال وفريق بني خليد قاعده متواصله بعد المقابله هذه بالكش ما دخلني خليني مسيش اللوم على نلومك شويه بالكش يقولوا انت مستفزه شويه ساعات حتى في الحمامات صارت مشكله اذا قال لي كمان جغال انا اسمعني انا مش مستفزه شويه انا برشا انا كنت ربي منك انت من معنى قعدوني في منصه شرفيه عمش اقول لك كي قعدوني في بنك ولا في منصه شرفيه مع رؤساء قدم ولا هما ديما كيكه جينيرالمون نقول لهم راهو انا نتحفظ ما نحبش نقعد مش راهو تكبر ولا حاجه ما نجمش نشد روحي الله غالب يمكن جديده على المسؤوليه ما زلت ما اكتسبتش الخبره اني نتفرج في ماتش سنوب لازمني نعيط ونشجع ولادي وانا علاقتي بالولاد ياسر معناها حطك عادي نقول له محلى زينك لطف على ولدي سمل على يديك سمل على ساقيك الله غالب سمع بيت تفرج بجنبي ما تحملش كلمه تلقانا يا في مركز يا في شعر به شنو الاهداف الفريق نتاع الموسم القادم ان شاء الله اذا كان باش تكمل بالطبيعه باش تكمل مع الفريق في الرابطه الثانيه والله انا نحب نكمل ومستعده نكمل كان القانون يسمح لي نكمل ما عنديش حتى مشكل الاهداف حددتوا تخموا من توا ولا ما زلتوا بيان سور انا توا ساعه قاعده دون جو سيمين باش نعاود نخدم الكاس تونس ترشحنا على خاطر ضمن الفرق اللي باش تشارك فيه ان شاء الله وعلاش ليه ما نعملوش فيه ريزولتا باهيه وتكون فرحة أخرى وعندي تورنوا زادة للي جان ودي عاملينه زادة وبتبيع باش نبدأ نحضر إن شاء الله الموسم القادم كما قلت لك إن يسمح لي القانون باش نترأس الجمعية مرة جاي وبتبيع عنا هدف واحد ديما نحكيه فيه اللي هو الصعود من أول موسم معناه مش ثبتوا أقديمكم من الأول طلوع لأن من الأول طلوع عنا جمعية تبارك الله ثابتة عنا أولاد جايبينهم من ناسيونال يلعبوا معنا دي ريكروتي بيان سيبلي عملناهم الحمد لله وكانوا ناشئين ومن أفضل ما ثم واللي أهم من هذا الكل عنا تاريخ وعنا اسم نادي كبير ما يستحقش أصلا الثبات خاطر هو ديجا ذاك ما كانوا الأصل. تيك صحة شكرا لك مدام سيرين مرابط ميرسي سي اسلام رئيس الأولمبي للنقل بالتوفيق ان شاء الله لي كل الفريق ان شاء الله في الرابطة الثانية الموسم القادم ايضا بالتوفيق في كأس تونس اللي باش يبدا بعد ايامات ان شاء الله موزيكا ثم مكملين في فير بلاي حتى الخمسة ونص